مرحبا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بقناة ماما مروة. وصفتنا لليوم هي الكيك الإسفنجي، كيكة الشاي والنسكافيه الرائعة واللذيذة بطريقة كتير طيبة وكتير سهلة. يلا تابعونا لآخر الفيديو، يلا نشوف طريقة التحضير. بداية أعزائي بحتاج لثلاث بيضات من بحرارة الغرفة، بدي أفقسهم. وبدي زيد فوقهم كباية من السكر، وبدي اخلطهم بالبلندر او بالخلاط الآلي بهالشكل اعزائي. شوفوا القوام كيف صار، تحول من اللون الاورنج للاورنج الفاتح لهلا اللون الابيض. هذا اللون اللي انا بدي اياه، بوقف عنده. بدي زيد نص كباية من الزيت، وبدي ارجع اضيف كباية من الحليب السائل. هلا بدي ارجع اضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وبدي اخلطهم كلهم مع بعضهم بهالشكل. بخلطهم شوي مش كتير. بدي ارجع اضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وبدي اضيف برش الحامض. برش الحامض بضيف نكهة رائعة للكيك، زائد انه بشيل الزنخة من الكيك. وبدي اخلطهم مع بعضهم، ارجع شوي بهالشكل. وهلأ بدي اضيف الطحين، بدي اضيف 3 كبايات من الطحين. نفس عيار الكباية هي ذات اعزائي، بالحليب وبالسكر وبالطحين، فبيطلع الطعم رائع، حلاوته متوسطة بتطلع، يعني كتير رائع مع الشاي مع النسكافيه بشهي. بدي اخلطهم على مهل بهالشكل كرمال ما يطرطش عند الطحين، انا وعم بستعمل الخلاط الآلي. هلا بدي استعمل الخلاط بس اخلطهم كلهم مع بعضهم. شوف القوام هيدا اللي طلع معي، هيدا القوام اللي انا بدي اياه. هلا بدي ادلقه بصينيه اللي بدي اخبز فيها. قبل ما ادلق الخليط بالصينية بدي ادهنها بزيت، انا عندي هون صينية بايركس بدي ادهنها بزيت. وبدي رش عليها من الطحين بهالشكل، الطحين بدي رشه على كامل الصينية من جوا وعلى الدواير كمان بهالطريقة، كرمال ما يلزق عند الكيك. وهيك أعزائي وزعت الطحين على كامل الصينية، وهلأ بدي أحط الخليط بقلبه. وهيك أعزائي حطيت الخليط، وهلأ بدي أطرقه هيك كرمال يطلع الهواء لفوق، وبدي أحطه بالفرن. أول شي بحمره من تحت وبعدين بحمره من فوق. شوفوا النتيجة رائعة، يعني نفخ وطري وإسفنجي بجنين، ما بخبركن الريحة شو شهية والطعم رائع. شوفوا هلأ بدي أقطعه، بنطره شوي ليبرد وبدي أقطعه بهالشكل، طري ورائع، يعني كتير طيب طلع بشهي. بنصحكن تجربوا طريقتي بعمل هالكيك الرائع، ما بده كتير مكونات ولا كتير مجهود، دغري بيخلص حتى بالخبز ما بده كتير وقت. شوفوا يعني طلعت النتيجة رائعة. هلا بفرجيكم قطعة منه، شي كتير طيب وبشهي واللون رائع. هيدا الكيك بالحليب بطريقة كتير سهلة، شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوفوا قد نافخ واللون بشهي. شوفوا الكيك شو طري واسفنجي، شوف ما شاء الله قلبه بشهي مع كباية شاي بهالبردات أو كباية نسكافيه، يعني رائع.
أعزائي إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد من قناة ماما مروة. بتمنى دايما تدعموني لأعطيكم دايما كل شي جديد وطيب وسريع التحضير. أعزائي ألف صحة وهنا.